رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بفيديو جديد ومنتظر، وهي الحلقه الجديده من حكايه ماشي. وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وقبل ما نبدا في حلقه النهارده، ما تنساش الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ويلا بينا. زي ما شفنا بطلنا ماشي اتقبل في اكاديميه السحر، جه الوقت بقى اللي نشوف فيه اليوم الاول ليه في الاكاديميه. بنشوف بقى في قاعه التعليم، بتدخل معلمه السحر وبتقول لهم النهارده هعلمكم واحدة من ابسط التعويذ المهمة، وهي تعويذة فتح الاقفال. ابتدت تنفس تعويذتها والقفل اتفتح بعد ما شرحت لهم انهم لازم يتخيلوا انهم بيفتحوا القفل وهم بيشبعوه بالطاقة السحرية. بعدها طلبت من الطلاب يعملوا التعويذة دي. بنشوفهم بقى وهم بيرموا التعويذ على القفل، الا بطلنا ماش كسر القفل من كتر ما فتحه بقوته وراح قال لها انه فتحه. وهي اول ما شافت القفل مكسور كده اتصدمت وزعقت له وقالت له ان المكان اللي هو واقف فيه ده هي اكاديمية السحر، مش مكان لكسر الاقفال فرد العضلات. رد عليها ماش وقال لها انا عارف ده، بس انا مش كويس في السحر والتعويذ. قالت له طالما انت مش كويس فيه، ايه جابك هنا يا عم؟ هو قال لها عندك حق، دي حاجه تقلق جدا، وكانت متعصبه من بروده. في الوقت ده بقى كان في طالب اسمه فين وبيتابع اللي بيحصل ومستغرب من ماش جدا، وشايف انه تلميذ ميؤوس منه وما فيهوش فايده ومش هيعرف يقدم حاجه في السحر اطلاقا، ويتمنى انه ما يطلعش حظ وحش ويلاقيه زميله في السكن معاه، لانه شخص باين انه فاشل وهو مش عاوز نوع زي ده معاه. فين عرف ان اوضته رقم 302، هو راح يشوفها ويسال يا ترى مين هيبقى معاه في الاوضه دي. اكتشف ان باب الاوضه مخلوع وما كانش فاهم ايه اللي حصل، لكنه اتصدم لما شاف ماش طالع له بالباب وفهم ان ده هو زميله في الاوضه وما كانش حابب ده، ولكن ما وضحش مشاعره دي لماش وعرفه بنفسه. رد عليه ماش بتعريفه لنفسه وفهمه ان كل اللي حواليه ده هو شيء جديد بالنسبه له، ولكن هيحاول ما يسببش اي مشاكل. فين ابتدى يحس ان ماش شكله انسان طبيعي ومش غريب ولا حاجه زي ما كان معتقد، لكنه اتصدم لما شاف ماش بمنتهى بسرعه قلع لبسه وابتدى يعرفه على اسم عضلاته، لانه مسمي كل عضله باسم ولا كانهم عياله. بعدها فين قال له لو عندك اي سؤال ما تترددش واسالني على طول. فهموا انهم بيقسموهم لازواج من الطلاب، يعني كل اتنين في اوضه، والاتنين دول واحد فيهم من الطلاب المنتقلين وواحد من الطلاب الاصليين، علشان كده شيء تقليدي انهم يساعدوا بعض. في الوقت ده فين كان بيفكر في سره انه يحاول يكون طيب معاه وما يقربش منه علشان حياته الدراسيه تعدي على خير، وكان مرعوب من ماش جدا اللي شايفه انه خارق للطبيعه ومش طبيعي. بنشوف ماش بيساله ازاي ممكن احصل على اعلى درجات السحر وابقى موهوب السماء للاكاديميه دي. فين اول ما سمع السؤال اتصدم وقال له انت هنا علشان ده. بعدها شرح له انه لازم يجمع العملات الذهبيه، وانهم في الاكاديميه بيقيموهم على كل حاجه زي الاختبارات ونشاط المنهج الاضافي كمان، ونتائج التقييمات دي بتكون بالعملات الذهبيه والفضيه والبرونزيه. وبعد الثلاث فصول الدراسيه اي شخص معاه اكتر من ثلاث عملات ذهبيه بيحق له انه يترشح للقب موهوب السماء للسنه دي، لكن اللي مش بيحافظ على درجاته بيتفصل من الاكاديميه ايا كان معاه من العملات الذهبيه كام. اما ماش فحس ان الموضوع كبر منه ومش بالسهوله اللي معتقدها. فين قال له الكل متوتر هنا بسبب كده، وانا كمان عاوز اوصل للقمه ومتوتر. ماش ابتدى يشكر فين على توضيحاته دي، وهنا انتهت محادثتهم. تاني يوم المعلمه دخلت وقالت لهم ان درس النهارده ازاي يركبوا المكنسه، وشرحت لهم انهم لازم يمرروا الطاقه السحريه لجوه المكنسه ويستخدموا الامر تيري بعدين يركبوها، وبعد كده يتحكموا في السحر علشان تفضل طايفه. الطلاب ابتدوا ينفذوا سحرهم على المكنسه علشان يطيروا هم راكبينها، وماش كان بيفكر هيعمل ايه في ده وهو كله يقين انه هيعمل المستحيل علشان ينجح ويرجع للحياه المثاليه مع ابوه ومحدش يأذيه. في اللحظه دي بقى بنشوف تلميذ رخم جه يرخم على ماش شويه وقال له انت مش واخد بالك ان دي حصه تطبيقات ولا ايه يا معلم؟ وبدل ما تعطلنا كده استسلم وخلاص، عرفنا انك مش هتعرف تعمل التعويذه. ويتفاجئ بالمكنسه بتترفع بسرعه لحظيه في ايد ماش وقال له انت مخادع، المكنسه طارت من قبل ما انت ما تامرها. بعدها جه توقيت اختبار العقبات الزمنيه، والطالب الرخم ده كان مبسوط بالتوقيت الممتاز ده وعرض على بطلنا سباق صغير بينهم، وقال له ان الخسران هيفضل يطيع الفايز لحد التخرج. ماش وافق على السباق ده، والطالب كان مبسوط ظنا منه انه افضل بمرحله كبيره جدا في سحر المكنسه لانه متعلمها وهو في المرحله المتوسطه. المعلمه جت تشهد السباق لان ده من ضمن الاختبارات، وكانت بتتساءل يا ترى ماش غريب الاطوار ده بالنسبه له المكنسه هيقدر يخليها تطير ولا ايه، وطلبت منهم يبداوا السباق. وفي لمح البصر حرفيا من قبل ما خصمه يستعد حتى، ماش رمى المكنسه بقوته وخلاها تطير وركب عليها تحت ذهول الكل، والمعلمه بتصرخ وبتقول رقم قياسي عالمي تم تحقيق. فين كان واقف مذهول ايه الطالب الغريب اللي معاه ده وايه قوته المرعبه دي. والطالب التاني قال له انت بتسخر مني، ايه اللي انت عملته ده؟ رد عليهم ماش وقال له ليه مش قادرين تتقبلوا الواقع لانكم صعبانين عليا. والطالب الخصم كان متنرفز جدا وعاوز يزعق لماش باي طريقه، لحد ما اتدخل الطالب كفيل واعتذر من بطلنا على معامله زميله ليه بطريقه مش كويسه. في
الوقت ده الطلبة اتفاجئوا ان كفيل بيكلم ماش وفهموا انه بكده بدا موسم الصيد وقرروا انهم لازم يبقوا برا اللي هيحصل، وكانوا عارفين ان ماش اول خروف هيتذبح. اما كفيل فبنشوفه بيقول لماش انا لازم اعترف انك لفتت انتباهي، ليه ما نبقاش صحاب وعرفه باسمه. بطلنا استعجب تصرفه وعم الصمت المكان لحد ما المعلمه وسس وسالتهم بيعملوا ايه هنا. وقتها كفيل بص لماش وقال له الوقت جري بسرعه مننا، انت ظريف وانا حبيتك، خلينا نتكلم اكتر بعد المدرسه ونتقابل هنا في نفس المكان. وسابه ومشي تحت استغراب بطلنا جدا. بنشوف كفيل بيضرب صاحبه اللي اتهزم من ماش وبيقول له ليه رحت وخسرت كده، وكان شكلك مثير للشفقه وانت جنبه، ومش عارف حتى تنفذ اوامر بسيطه وكنت قدامه مجرد خاسر وسخر منه جدا، وكان مبسوط انه اخيرا لقى لعبه يتسلى بيها. ومن جانب اخر بنشوف ماش بيسال فين مين الشخص اللي كلمني ده، هو فهمه انه كفيل طالب مستمر جه من قسم المدرسه المتوسطه زيه. بطلنا ساله طب ليه الكل بيخاف منه هنا، رد عليه وقال له لانه ابن احد الشخصيات المهمه من مجلس السحر، وفهمه انه نفوذ مجلس السحر مطلق في العالم ده، يعني اي حد هيعترض طريقهم هيتفصل نهائيا. وقال له انا شفت كتير واحنا في المدرسه المتوسطه انه على علاقه حلوه بنائب مدير الاكاديميه دي، وحذره يقرب منه علشان ما يترفدش من الاكاديميه، وعلشان الاسباب دي فالكل بيخاف منه. اما بعد المدرسه بطلنا ماشي في عالم موازي ومش خايف من اي حد، واقف يطبخ الفطاير اللي بيحبها، وبعد ما طلعها من الفرن فضل ياكلها وكان بيتمنى ان ابوه يكون معاه ويدوق جمالها، وافتكر انه لازم ما يستسلمش في الاكاديميه دي ويبقى الطالب الاول ليهم لانه مش عاوز يفضل هربان مع ابوه طول حياته. وتاني يوم وهو رايح قاعه الاكاديميه كان بيطلع كتاب عن الجراحات السحريه لكنه اكتشف انه مقطوع حته حته، وكفيل دخل القاعه وسلم عليه وقال له انا استنيتك طول اليوم امبارح لكن ما جيتش ليه. ماش بص له ببرود وقال له اسف كنت بخبز فطار الكريمه اللذيذه، وهو قال له انا سمعت انك عاوز تبقى موهوب السماء، وزي ما انت عارف انا عندي اتصالات مع نائب المدير ولو عملت اللي هقول لك عليه همدح فيك قدامه. ماش قال له هبقى اعمل كده. بعدها ساله ليه بيعمل كل ده علشانه، رد عليه وقال له انا حاسس انك شخص كويس وانا بحب المساعده، وطبعا ابقى شخص مريب لو ساعدتك من غير مقابل، علشان كده شيل حاجاتنا دي وامسح لي رجلي. وابتدت الطلبات تتوالى على ماش وبكل اسف نفذ كل كلامه. بطلنا بيطلع كتابه للمره الثانيه وبيلاقي كتاب تاني متقطع وطلب من فين انه يتشارك معاه في كتابه علشان بتاعه مقطوع، لكن رفض واعتذر منه وطلب منه يسال حد غيره، لكن ماش قعد جنبه وقال له شكرا الصديق وقت الضيق فعلا. وفين كان مستغرب انه قعد لانه رفض قعد ليه. بنشوف ماش كان بيخبز فطيره الحلوه علشان يديها لفين لانه اداله مكنسته امبارح يستعملها، وبيقول له انه مبسوط انه شخص عظيم زيه صاحبه شخصيا وكان مبسوط بصداقتهم دي جدا، لكن فين بيكون ضميره مأنبه ومتضايق لانه ما بيعاملوش كصديق، بالعكس بيخونه هو مش عارف ليه. اما بطلنا ماشي الطيب قال له انت دايما متعاملني بشكل كويس وانا مدين لك بكل ده. ولما خلصت الدروس في القاعه الكل اتجه علشان يروح، وبنلاقي كفيل بيكب العصير على الارض وبيقول لماشي نظفه، وبيكون بيضحك وبيسخر منه انه ينفذ كل طلباته. بنشوف كفيل بيضحك وبيقول لصاحبه انا مش قادر اصدق انه بيعمل كل اللي بطلبه منه، وبيقول لهم انه هيحرق لبسه قريب علشان يستمتعوا اكتر، وامر فين ان هو اللي يحرق لبس ماش علشان يخليه ينسحب من الاكاديميه ويمشي. فين كان متضايق اصلا علشان صعبان عليه اللي بيحصل، ويتشجع ورد عليه وقال له انه مش هيقدر يعمل حاجه شكل كده. وكفيل ضحك وقال له معلش مش سامعك كويس، قلت ايه سمعني كده تاني. رد عليه وقال له قلت لك مش هعمل حاجه من اللي انت بتقوله ده. كفيل ضربه وقعه على الارض وطلب منه يركع طالب المغفره والرحمه علشان الكلمتين اللي قالهم دول. اما ماش فكان بيسال يا ترى فين راح فين، وكان عاوز يرجع له الكتاب بتاعه علشان نسيه. فجاه سمع صوت عالي جدا وراح يشوف فيه ايه، وشاف فين واقع على الارض ودماغه بتنزف دم. ماش وقتها سال كفيل ايه اللي انت عملته ده، رد عليه بمنتهى البرود باخد اعذار منه لانه تعدى حدوده معايا. ماش جير على صاحبه علشان يطمن عليه وقال له انت بتنزف، وكان قلقان عليه جدا. وفين قال له ده مش مهم دلوقتي، وانا عاوز اعترف لك ان انا اللي قطعت كتبك، وكان ادمان وبيعيط ويقول له انا كنت خايف من اني اعارضك لكن انت طلعت شخص طيب واعتبرتني صاحبك، وانا عملت فيك حاجات فظيعه كده وعايز اعتذر منك، واستمر في البكاء وهو بيعتذر. كفيل ضحك وقال له لو كنت اعتذرت مني بنفس الطريقه دي ما كانش الامور وصلت لكده، وبص لماش وقال له انه على وشك انه يتعشى مع نائب المدير، وعرض عليه ينضم معاهم للعشاء، وقال له سيب التابع القذر الصغير ده ويروح للمكان اللي شبهه، وبما انك متلهف انك تقابل نائب المدير فما ينفعش تصاحب واحد قذر زي ده والا مش هيبقى قدامك فرصه حلوه. وقبل ما يكمل كلامه اتفاجئ بماش ماسكه من الشعرتين اللي فرحان بيهم دول وخبط دماغه في الارض بقوه خليته ينزف بهستيريا، وقال له انت لازم تعتذر من فين. الكل اتصدم لان اللي اتضرب ده اكتر واحد في الاكاديميه بيتخاف منه. وفين المذهول بيقول لماش ان تصرفه ده هيخليه يتفصل من الاكاديميه، رد عليه ماش وقال له اتفصل
فصل وحس انه ارتكب شيء كبير جدا، لحد ما دخل نائب المدير فرمان وابتدى يزعق له ويهزه وقال له والد الفتى اللي انت ضربته ده ائتمني على ابنه وانا شاهد على اللي حصل، ولسه مش هيقول له انه طالما شاهد يعني شافه وهو بيضربه، فين قطعه وقال له اللي انت عملته ده اعتداء على طالب بشكل عنيف جدا، وطلبه وافين للتحقيق في الحادثه دي علشان هم من طبقه عائليه مختلفه، واتكلم بشكل مستفز كده وقال لهم الاغنياء دول لازم يتعاملوا بطريقه خاصه، ولو مش فاهمين يعني ايه طريقه خاصه خلينا اشرح لكم يا شويه اغبياء. وقبل ما اتكلم ماشي ده لوحده برجله طيرت وشه، والطلبه كانوا هيتجننوا لان الموضوع مش معقول يوصل لان نائب المدير يتضرب كمان. فرمان اتعصب وقال له انت قاتل متسلسل، ازاي تجرؤ انك تضربني انا كمان، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ وطلع عصايته السحريه وقال له اقدر اطردك بره بعصايتي دلوقتي، لكن بطلنا بصق على وشه وشاله ودفنه في الارض وساب راسه تحت صراخ فرمان، وبيقول له انت مفكر انك هتفلب بعد فعلتك دي وانا قادر اعمل، وما بيلحقش يكمل كلمته ماش كمل كلامه وقال له سمعت قبل كده انك تقدر تطردني زي ما انا قادر ادفنك هنا دلوقتي، وابتدى يدفنه بالكامل. وتاني يوم اتعرض ماش على المدير اللي قابله قبل كده وبيقول له طبعا انت عارف انت هنا ليه دلوقتي، ماش قال له علشان خبست فطار الكريمه في مطبخ السكن الطلابي من غير اذن، رد على المدير قال له لا طبعا انت ضربت كفيل ضرب مبرح ودفنت نائب المدير، وافعالك دي جذبت انتباه مجلس السحر ووراه بلغ من مجلس السحر بيطلب طرده حالا ودلوقتي، وشرح له ان مجلس السحر في البلد دي هو الاعلى سلطه شرعيه، ومش مبالغه اننا نقول ان المجلس بيتحكم كمان في البلد، وفي مركز منظمتهم موجود موهوبين السماء، والاكاديميه دي بتؤهل افراد للمنصب ده في المجلس، علشان كده هو ده دور الاكاديميه بالتحديد. وقال له اظن انك عارف ان كفيل ابن احد اعضاء المجلس السحري، او بمعنى اصح انت اقترفت خطا مش ممكن يتغفر ابدا، لكن مفاجاه بقى ان المدير حرق البلاغ وقال له اللي ما يغفرش اكتر هو العالم اللي احنا فيه ده، وشرح له انه كان مهتم بالاوضاع الحاليه للعالم ده علشان استلم المنصب ده من سنين، لكن القوه والسلطه محتكره في ايد الانانيين، وقال له للاسف ما عندناش غير الكل من امثالك علشان يخاطروا بحياتهم، وفهموا ان موهوبين السماء عندهم قاعده وهي انهم ياخدوا بعين الاعتبار المرغوب فيه، وقال له علشان كده من كل قلبي بتمنى ان في يوم شخص زيك يبقى موهوب السماء. رد عليه ماش بغرور وقال له من حسن حظك ان ده هو هدفي اصلا. ضحك المدير وقال له هي دي روح الشاب الحلوه، وطلب منه يسمعه مفروض يعمل ايه علشان يحقق ده، وفضل ساعات متواصله يحكي له عن العملات الذهبيه اللي لازم يجمعها وكل التفاصيل دي، لكن اتفاجئ بان ماش ساكت ونام وواقف وصحاه. بطلنا اعتذر وقال له معلش بقى يا عم الحاج اني نمت شويه من قصيده الشعر الطويله اللي قاعد تشرحها بقالك ساعتين دي. رد عليه المدير وقال له خلاص خليني الخص لك كل ده، انت تحاول تجيب درجات عاليه في حصصك والنشاطات المدرسيه واجمع اكبر قدر من العملات الذهبيه، وانا ههتم بامر مجلس السحر ونائب المدير. وساله فاهم كل اللي قاله ده ولا لا، لانه معتمد عليه ومتوقع منه النجاح. وقبل ما يخرج من المكان المدير قال له بخصوص ده في مشكله تانية هتواجهك عاجلا ام اجلا، لكن انا واثق فيك انك هتقدر تتخطى اي عقبه. وبنشوف ان بسبب ضرب ماش لكفيل سيء السمعه ونائب المدير كل الطلبه اللي في الاكاديميه ابتدوا يحترموه، وهو ماشي في مره مع فين طلع قدامه لاعب مشهور في الاكاديميه اسمه توم، بيطلب منه انه يشارك في منافسه دويل علشان يشعلوا الحماس السنه دي في المنافسه. طبعا البنات اول ما شافوا توم كانوا مبسوطين وبيهتفوا باسمه لانه افضل لاعب في منافسه دويل، وكانوا مستغربين ليه لاعب مشهور زيه بيكلم الواد اللي دماغه شبه الفطير دي، اما ماش ما كانش باله غير يعني ايه دويل دي. توم شرح له ان دي كره من فوق المكنسه ودي اشهر رياضه سحريه في عالم السحر. بطلنا بص له بعجز كده وقال له انا ما بعرفش اطير المكنسه. ضحك توم وقال له كفايه تواضع بقى يا راجل، كلنا شفناك كنت جامد ازاي في الحصه، وبلغه ان المباراه بكره وهيستناه. وتاني يوم في وقت المباراه توم قال لماش انه سمع انه حطم الرقم القياسي في الطيران على المكنسه وكان معتمد عليه في انهم يفوزوا في المباراه، وبطلنا كان متضايق لانه ما بيعرفش يستخدم المكنسه اصلا. بدات المباراه والفايز فيها ياخد عمله فضيه جائزه، الكل طلع على مكنسته الا ماش كان لسه واقف، والجمهور اتضايق انه ما بيتحركش ورموا عليه الزباله، اما هو فكان مش عارف يطير وكان عايز يمشي، لكن اتخيل صوت ابوه وهو بيقول له لو مشي مش هياخد العمله الفضيه وهيفضلوا مطاردين من الشرطه السحريه ومش هيعيش الحياه المسالمه اللي هم عاوزينها، ولازم يعمل اقصى جهوده علشان يبقى موهوب السماء. يا ترى ازاي هيتصرف بطلنا في الازمه دي؟ كل ده هنعرفه الحلقه الجايه باذن الله. وبكده عزيزي المشاهد بتنتهي الحلقه الثالثه من حكايه الساحر ماش. وقبل ما تقفل بقى عزيزي المشاهد ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.